انت بقى انت اللي ورا الموضوع. عندي ادخل معاك على طول على الموضوع. كم صار له شغال؟ 3 سنوات. توفقنا يعني في الشاهي وعملنا بخلاص والحمد لله. انتوا بس شاهي اكثر مبيعا؟ هو الشاهي. أيوه. عندنا قرف وعندنا القهوة العربي. هنا الطابور شوفوا من هناك بعدين طابور سيارات يجلس يستنى نص ساعة و 45 دقيقة. احنا ناخذ الشاهي ونسوي ميكس خاص فينا احنا. اوكي، عندكم خلطة؟ عندنا خلطة. هنعرف السر حقهم دول. حرصت على رضا الوالدة، دربت الصدقة، والله الحمد لله من سنتين يمكن الموية مجانا. فالزباين اللي بيجوا يعني الموية مجانا ولا لا مجانا لأي أحد، واللين، اللين في المعاملة. وسبق سافرت لسريلانكا، زرت المزارع، زرت مصانع عمرها 150 سنة. فدرست الموضوع يعني. أيوه، أخيراً. كويس. سوينا رياضة اليوم. ومن ضمن تسهيل التشريعات الواحد ممكن يدخل على منصة بلدي ويقدم على مشروع بيزنس تراك. صندوق التنمية الاجتماعية أيضا بيمول قروض لها علاقة بالبيزنس تراكس. أفكار مرة كثير، ولكن مرة أخرى الواحد لازم ينتبه على احتياج أو مشكلة موجودة عند فئة من الناس ويلبي هذا الاحتياج. هذا سر النجاح في أي بزنس، أنه أنت قاعد تلبي احتياج أو تحل مشكلة. فأي واحد يبغى يدخل في هذا النوع من أنواع البزنس يسأل نفسه، أنا إيش هحل؟ إيش المشكلة اللي هحلها؟ إيش الإضافة اللي حسويها؟ إذا وجد هذا الموضوع فهذا واحدة من مؤشرات النجاح للمشروع إن شاء الله.